التأهيل والإصلاح. عم نعمل قدرنا نعمل مشروع صغير مع نساء كانوا سجينات. نحن حبينا لأنه بلبنان كل السجون ما عم تقدر تعطي فرصة لحيلا حدا مسجون ما عم يقدروا يتحسنوا أوضاعهم. نحن لقينا هذه الطريقة نقدر نساعد فيها حتى يرجعوا النساء ينخرطوا بالمجتمع ويكون عندهم مهنة بإيدهم. المشروع كان هو تعليم الخياطة للنساء، وكل امرأة رح تاخد مكنة خياطة لحتى تقدر هي من خلالها تأمن مدخول لها ولعائلتها. جمعية الإصلاح والتأهيل، وبشكر كل حدا ساعدنا بهيدا المشروع اللي نحن عملناه واللي دعمنا واللي قولنا شخصيتنا واللي حببنا بالحياة أكثر وأكثر. ونحن ما بس تعلمناها وبنروح نقعد بالبيت، نحن تعلمناها لأنه عن جد نحن لنشتغل فيها. وأنا وكذا صبية حطينا براسنا أنه نفتح مشروع صغير يبلش بالدرز على حسب كيف أول ما تعلمنا، وإن شاء الله بتكون بداية موفقة لنا. ونحن خلصنا الدورة وهلأ أخذنا المكانات، صاروا هدية منهم لنا لحتى نبلش مشروعنا الجديد.